من حقك تعطي رز من حق اعمل اللي عايزه. سلام عليك يا أزيز. سلام عليك. اعمل لزق اللي جنبها جنبي. هي المحاضرة الثانية يا اسلام ما ترفعهاش على اليوتيوب؟ طبعا بتاعت الدكتور رفعت. رفعت. هنبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن البرنسبلز اوف فيزيوثيرابي. طبعا المجهول بتاع البيزكس عموما هو مجهول صمت شوية، فاحنا عشان نخلي الموضوع زي ما احنا متعودين ان السيشن بتاعتنا انتراكتيف سيشن، هنقول الاسئله اللي المحاضره هتجاوب عليها. لو لقيتوا ان الاسئله دي هم 20 سؤال، لو لقيتوا ان ال 20 سؤال دول في حد تاني لسه قاعد وعايز معلومه بره ال 20 سؤال يقول عليها، عشان اول ما نبتدي المحاضره ان شاء الله اقدر يعني انبه له بسؤال في جوه المحاضره من غير ما نقطع بعض. تمام. ال 20 سؤال مبدئيا، ايه الهيستوري بتاع الراديشن ثيرابي؟ يعني ايه راديشن؟ ايه هي انواع الراديشن اللي بتستخدمها في التريتمنت؟ ازاي الراديشن ثيرابي مختلف عن الدياجنوستيك راديولوجي؟ ازاي بيشتغل؟ هل هو بيقضي على الكانسر سيلز ولا سبيسيفيك ولا ماي سبيسيفيك؟ ريسبونس اوف تريتمنت ازاي؟ ازاي بنديه؟ ايه هي الاجهزه اللي بتطلعه؟ جنريتورز يعني. هل الراديو ثيرابي ده بيخلي العيان راديو اكتف ولا لا؟ ايه الايم بتاع الراديو ثيرابي؟ قد ايه من العيانين بتوعنا بيحتاجوه؟ امتى العيان هياخد الراديشن بتاعه؟ مين هيديهوله؟ ازاي بيتقاس؟ ازاي بنحسبه؟ ليه بنعطيه على جرعات؟ ازاي الجدول بتاع التريتمنت بيتحضر؟ ايه الفرق ما بين الديفرنت موداليتيز دي، 2D و3D والاي ام ار تي والاي جي ار تي وبقيه الادفانس تكنولوجيز؟ ايه هي البوتنشال سايد افكتس اوف راديشن ثيرابي؟ حد له اي سؤال بره ال 20 سؤال دول؟ تمام، مش هنسال اسئله يعني جوه المحاضره. كده هتبقى 3 دقايق. ايه؟ 3 دقايق؟ كل سؤال هياخد 10 دقايق. دي مثال. هي محاضره جميله. اول سلايد في المحاضره هي هتبتدي باول اكس راي. دي اول اكس راي، دي صوره اول اكس راي. اول اكس راي في التاريخ كانت في سنه 1895. كانت صوره لايد فيميل زي ما احنا شايفين. عرفنا انها فيميل من ايه؟ خاتم. الخاتم اللي في ايديها. تمام. مين هي الفيميل دي؟ هي أنا بيرسا، دي مرات رونتجن، أول واحد اخترع أو اكتشف الإكس راي. هو لاحظ الشادو بتاع إيديها، البونز والفيجر بتاعها. رونتجن ده ألباني فعلا. على لوحة معدنية. تمام. فهي أول كلمة قالتها له I have seen my death. أنا شفت موتي خلاص، شفت شكل إيدي بعد ما أموت هيبقى عامل إزاي. تمام. بعديها بسنة تقريبا في 1896 إيميل جروب، ده كان طالب طب، بدأ يستخدم بقى بعد اكتشاف الاكس راي، بدأ يستخدم الاكس راي اللي اكتشفها رونتجن في العلاج. وكانت أول حد يتعالج بالراديشن كانت ريكارنت بريست كانسر. تمام. اسمها روزالي. ايميل جروب ده أمريكاني، هو أول حد استخدم الراديشن ثيرابي في أمريكا. فبعد كده بقى الدنيا بدأت تتطور من اكتشاف الراديشن الدياجنوستيك في ألمانيا، بعد كده مرورا بإيميل جروب في أمريكا. ظهرنا بقى بعد كده في فرنسا، بدأت تظهر الراديو أكتيفيتي ويظهر بسكريل ويستخدم الراديو أكتيفيتي. وبعد كده بدأوا يستخدموا الراديو أكتيفيتي دي في البراكي ثيرابي. بعديها بقى في الستينات بدأ يظهر أول لينك. طبعا عارفه في اكسبريشنز هتبقى جديده على الناس اللي هم مش في فيلد الاونكولوجي، فاحنا هناخد بس اول سلايد كده الامور على مضض شويه، بعد كده ناخد الموضوع بالتفصيل. يعني ليناك ده اختصار للينير اكسلريتور، ده الجهاز المعدل الخطي اللي احنا بنستخدمه في الراديشن. تمام. هنعرف ايه هو وايه الفرق في السلايدز الجايه. تمام. بعد كده في السبعينات بدا يكتشفوا البلوكات، ان هو ازاي يحمي النورمال تيشوز من تاثير الراديشن ثيرابي. بعد كده بدأ يحصل موديفيكيشن شوية في البلوكات دي، بدل ما هي واخدة أشكال معينة مستطيلة أو مربعة، بدأ
تتشكل شويه وتعمل كونفورميتي للبيم علشان يدخل على التارجت ويبقى واخد شكل التيومر. فعملوا المالتي ليف كوليتور اللي هو اختصارا اسمه MLC. تمام. بعد كده بدا بقى الكمبيوتر سيستم يدخل في الموضوع وبدانا نستخدم ال 3D والاي ام ار تي، ومرورا بقى طبعا في الالفينات كان اكتشاف الاي ام ار تي، بعد كده ظهر بعديه الاي جي ار تي، وفي 2003 الاي جي ار تي، الاي جي ار تي ايمج جايدد راديشن ثيرابي، والاي ام ار تي انتنسيتي مودوليتد راديو ثيرابي. تمام. مبدئيا يعني ايه راديشن؟ يعني ايه اشعاع؟ الاشعاع هو انتقال طاقه، الطاقه دي بتتنقل لوسط معين، يعني هي بتنتقل من وسط لوسط، وهي الطاقه وهي بتتنقل من وسط لوسط بتطلع اشعاع. تمام. الاشعاع دوت يا اما يبقى واخد شكل جسيم يا اما يبقى واخد شكل موجه، يعني اما بارتيكلت يا اما ويف. تمام. لو هو بارتيكلت في اجزاء من الـ البارتيكلت زي ايه؟ زي الالكترونز، زي النيوترونز، زي البروتونز، دي كلها حاجات جسيمات. وفي الكترومغنتيك ويفز، ويفز دي معناها ان احنا بنتكلم دلوقتي في حاجه اسمها ايونايزنج راديشن. يعني ايه ايونايزنج راديشن؟ يعني الراديشن ده احنا عارفين من زمان انه راديشن نوعين، يا اما ايونايزنج يا اما نون ايونايزنج. الايونايزنج معناه ان هو بيكون ايونز. يعني ايه بيكون ايونز؟ يعني هو طاقة كبيرة عندها من القدرة ان هي تطلع الكترون من مدار. تمام. الالكترون ده بيطلع من الذرة فبيخلي الذرة بيغيرها بيكون تو ايونز. تمام. الالكترون اللي بيطلع بالمداره بيفضل يدخل جوه التيشو ويطلع سكندري الكترونز، وهو ده اللي بيبقى مسؤول عن الدستربتيف باور بتاعه الراديشن. تمام. الايونايزنج راديشن قلنا اول حاجة فيه ايه، اول ميزة من مميزاته ايه؟ ان هو ايه؟ هاي انرجي، طاقته عاليه. تمام. طيب ايه الفرق بين الايونايزنج راديشن والنون ايونايزنج راديشن اللي احنا ما بنستخدموش؟ ليه ما بنستخدمش النون ايونايزنج راديشن وايه انواعها؟ النون ايونايزنج راديشن لو احنا بصينا كده للسبيكتروم بتاع الالكترومغنيتيك ويفز، احنا دلوقتي عشان ما نضحش بنتكلم في الالكترومغنيتيك ويفز، احنا قلنا في الاول انه الراديشن يا اما يبقى بارتيكولات يا اما يبقى الكترومغنيتيك ويف. احنا اخذنا الالكترومغنيتيك ويف وبنتكلم فيه. تمام. الالكترومغنيتيك ويف زي ما احنا شايفين كده السبيكتروم بتاعها بادئ بالجاما ريز والاكس ريز، ليه محطوطين في الاول؟ عشان هم هاي انرجي وهاي فريكوانسي، ترددهم عالي وطاقتهم عاليه. ايه اللي فيهم مش حلو؟ ان هم الموجه بتاعتهم قليله، الويف لينث بتاعتهم قليله. تمام. طيب الالترا فايروت ليز والفيزبل ليز والراديو ويفز والمايكرو ويفز، كل دي حاجات نون ايونايزنج. يعني ايه نون ايونايزنج؟ يعني طاقتها قليله، عندهاش من الطاقة اللي يقدر يعملوا ايونايزنج راديشن. طيب هيفرق معايا في ان ترددها قليل او ان الويف لينث بتاعتها عالية؟ هيفرق معايا انه الطاقة اساسا عشان يبقى طاقته عالية لازم الطاقة دي بتتناسب طرديا مع التردد وبتتناسب عكسيا مع طول الموجة. تمام. فانا اقدر استفيد بقى بمميزات الايونايزنج راديشن دي بما انه طاقته عالية وتردده عالي والويف لينث بتاعه قصير، هيديني بنتريشن باور اعلى. تمام. الباقيين دول لهم استخدامات تانية، يعني الراديو ويفز والمايكرو ويفز هم في مجالاتهم هم مميزين بقصة ان طاقتهم قليلة بس الويف لينث بتاعهم عالي. تمام. طيب لو جينا بصينا الايونايزنج راديشنز، احنا عندنا الانواع الايونايزنج راديشن في الالكترومغنيتيك ويفز الجاما ريز والاكس ريز. الجاما ريز والاكس ريز مش فارقين عن بعض كتير، هما الاثنين سيميلر. تمام. يفرقوا عن بعض في ايه؟ يفرقوا عن بعض في البرودكشن بتاعها. الجاما ريز دي برودوست انترا نيوكلير، يعني البرودكشن بتاعها من جوه النيوكليس. تمام. انما الاكس راي البرودكشن بتاعها اكسترا نيوكلير من بره. هنعرف ازاي البرودكشن بتاع الاثنين والفرق ما بينهم؟ زي ما قلنا كده انه اولا الالكترومغنيتيك ويفز الاكس ريز والجاما ريز زي بعض، هما دول اللي بيستخدموا. قلنا ان الاكس ريز دي بتطلع منين؟ اكسترا نيوكلير. تمام. الجاما ريز بتطلع انترا نيوكلير. الجاما ريز هتطلع منين؟ فاكرين زمان لما كنا بنعرف راديو اكتيفيتي كنا بنقول عليها ايه؟ يعني ايه راديو اكتيفيتي؟ يعني ايه حاجه مشعه؟ ليه بتشع؟ بتشع عشان هي عايزه توصل لدرجه من الاستقرار. زمان كانوا بيقولوا لنا ان لما تبقى حاجه
انستيبل علشان تستقر وتوصل لدرجه من الاستقرار. الذره دي لازم هي بتفضل انستيبل لحد ما تفقد طاقه، الطاقه دي تخليها ستيبل. تمام. طيب الطاقه دي خرجت من النيوكليوس زي ما قلنا كده، ان الجاما ريز طالعه من جوه النيوكليوس. طب مش معنى جاما، ما هو طالما في جاما يبقى اكيد في الفا وبيتا. الالفا وبيتا دول ايه؟ الالفا وبيتا يا اما الذره علشان تصل لدرجه من الاستقرار، هي كانت انستيبل وعايزه تبقى في ستيبل ستيت، فبتخرج بيتا ريز، ماشي، بيتا بارتكل او الفا بارتكل. لو هي بعد البارتكلز دول ما خرجوا وهي لسه غير مستقره، هتطلع طاقه على هيئه جاما ريز، ماشي، والجاما ريز دي مش بتغير في شكلها. خلاص، ده الفرق ما بين الجاما والبيتا والالفا. بعد كده في عندنا البارتكل راديشنز بقى، اللي هي عباره عن الالكترونز والبروتونز والنيوترونز والكربون ايونز، كل دي الحاجات الموست ادفانسد. تمام. طبعا قلنا زي كل ما الطاقه بتاعه الراديشن تزيد، كل ما البنتريشن باور بتاعته تزيد جوه التشو. طيب الالكترومغنتيك راديشنز دي السمولست يونت فيها اسمها فوتون. تمام. يعني الجاما ريز والاكس ريز اصغر يونت فيهم هي الفوتون. ايه هو الفوتون ده؟ احنا قلنا من الاول ان الالكترومغنتيك ويفز دي حاجه ملهاش كتله. خلاص، وبالتالي الفوتون برضو ملوش كتله، ماشي في ستريت لاين واخد سرعه الضوء. كل ما بينزل جوه التشو بيحصل له ابزوربشن، كل ما يحصل له ابزوربشن كل ما طاقته تقل. تمام. بعد كده الطاقه دي بتقل ازاي؟ الطاقه دي بتقل بمربع المسافه، ده بالنسبه للجاما ريز وبالنسبه للاكس ريز. خلاص. طيب ازاي بقى هما الاثنين فارقين عن بعض؟ ازاي بقى الدياجنوستيك اكس راي فارق عن الثيرابيوتيك راديشن؟ فارقين عن بعض ازاي؟ فارقين عن بعض في البرودكشن بتاعهم، فارقين عن بعض في الطاقه بتاعتهم. انه الثيرابيوتيك راديشن احنا لما بيجي العيان ويقول انا خايف انا هاخد اشعه ذري، عشان نطمنه بنقول له انه الاشعه الذري ده عباره عن اشعه عاديه خالص بس بكميات كبيره، ودي حقيقه. يعني انت بتاخد اشعه بس بطاقه اعلى. تمام. لا مش بنضحك على العيال، ما احنا هنعرف الميكانيزم بتاع البرودكشن بتاع كل واحد فيهم. وايه بنضحك عليه في الاوبن اوف ديتا خايف عليه ايه هو من كوز بس. طيب بالنسبه للدياجنوستيك راديولوجي، اللي بيحصل في الدياجنوستيك راديولوجي اللي بيحصل انه اول حاجه الطاقه لمبه بتدخل على الذره، ايه اللي بيحصل؟ الطاقه اللي احنا قلنا عليها اصغر حاجه فيها ايه؟ اصغر يونت، اللي هو ايه؟ الفوتون. الانسيدنت فوتون ده اول ما بينزل على النيوكليوس دي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو بيتعامل مع ماده، ماشي؟ الماده دي الاتوميك نمبر بتاعها عالي، خلاص؟ عددها الذري عالي. فهو اول ما بينزل على النيوكليوس دي بيعمل ايه؟ يقوم داخل على الالكترون اللي جوه الانر شيل ويخرجه من مكانه. تمام. هو عمل ايه؟ هو عنده من الطاقه ما يجعله انه يخرج الالكترون من الشيل ده ويخرجه بره. تمام. فخرج الالكترون بسرعه كبيره. تمام. طيب بعد ما خرج الالكترون بسرعه كبيره اللي حصل؟ اللي حصل انه ساب مكانه فراغ. فالفراغ ده ايه اللي هيملاه؟ هيجي الكترون من الاوتر شيل يملاه. الالكترون بتاع الاوتر شيل وهو رايح يملى الفراغ بيطلع كاركترستيك اكس راي. خلاص. ده ايه؟ ده الميكانيزم بتاع ايه؟ بتاع الدياجنوستيك راديشن. ده بيسموه الفوتو الكتروك افكت. تمام. بيتناسب طرديا مع الزد الاتوميك نمبر. ده ايه الابلكيشن بتاعه عندي في الـ في الدياجنوستيك الدياجنوستيك راديولوجي؟ سي تي والاكس راي ايه يعني المعلومه دي، ايه الابلكيشن بتاعها؟ يعني ايه اللي استفدته لما عرفت بتاع الايرن ولا الكالسيوم بتاع البون بتاع التيشو؟ يعني العظم غير الفلويد بالظبط. العظم هياخد اكتر ما ياخده السوفت تيشو، دي حاجه. تاني حاجه ان انا عشان اعمل بروتكشن من الراديشن ومش عايزه يحصل ابزوربشن لحته معينه من الراديشن، مش عايزه انا يحصل لي ابزوربشن مثلا انا فني واقف، الليد عدده الذري كبير فبالتالي يمتص طاقه اكبر.
تمام؟ الشيلد اللي ايه الشيلد الشيلد او البلوكات اللي بتتعمل في الـ في الراديشن تريتمنت او الابزوربشن. معلش حضرتك احنا كنا زمان ايام ما كنا بندرس فيزياء بيقولوا ان اقل الالكترونز ارتباطا بالنواه اللي هي اللي في الاوتر روز، انما ليه هو هيطلع الالكترون اللي هو نيرست للنيوكليس؟ هو في كذا ثيوري للتعامل مع الراديشن، الانتر اكشن بتاع الراديشن مع الماتر، تمام؟ دي الثيوري اللي فسرت الدياجنوستيك راديشن. لو انت بسيط بقى على الراديشن تريتمنت هتلاقي هو واخد الاوتر شيب ده المنطق. هو اول ما اخذ الاوتر شيل بقى الاوتر شيل الكترون، ايه اللي حصل؟ الكترون ده خرج بسرعه، وايه اللي حصل تاني؟ انه الالكترون ده عمل سكاترنج للفوتون، يعني غير اتجاهه خلاص. ففي الراديشن دلوقتي انا بقى عندي الكترونز، الالكترونز دي الالكترون ده خرج مش هيسكت، هيروح على ذره تانية ويعمل سكندري الكترونز. السكندري الكترونز دي هتتجمع كلها مع بعضها، وهو ده اللي بيعمل البنتريشن باور جوه التشو. الالكترونز دي حاجه خفيفه وسهله، سهل ان انت بعد كده انت خدت بقى الالكترونز دي وعملت لها حاجه اسمها اكسلريشن، يعني انت قعدت سرعتها ومشيتها في اتجاه معين عشان توجهه ناحيه التيومر اللي انت عايزه، تمام؟ طبعا الفرق الثاني ما بين الدياجنوستيك والثيرابيوتيك رينج، ان احنا هنا بنتعامل في الدياجنوستيك رينج بالكيلو فولتج، في الثيرابيوتيك رينج انت بتتعامل بقى بالميجا فولتج، تمام؟ وبالتالي بيبقى فيه هاير كونفرجن فوتونز للالكترونز. هنا 1% بس من الفوتونز هي اللي بيحصل لها كونفرجن للالكترونز، تمام؟ الموضوع لحد دلوقتي فيه مشكله. طيب ازاي بقى بيشتغل الراديشن؟ بيشتغل بتو اكشنز، يا اما دايركت يا اما اندايركت. دايركت ان هو يدخل على الدي ان ايه على طول ويعمل فيه بيولوجيكال دامج، تمام؟ الاندايركت اكشن ان هو الاندايركت اكشن ان هو يروح على ووتر مولكيول، والووتر مولكيول دي هيطلع منها فري راديكلز، والفري راديكلز هي اللي تدخل على الدي ان ايه وتعمل البيولوجيكال دامج، تمام؟ طيب هل بقى الراديشن ثيرابي ده هيقتل الكانسر سيلز بس، ولا هيقتل كل الخلايا، ولا هيعمل ايه؟ هو مش هيفرق في الدي ان ايه ده يعني ايه؟ المفروض يعني هو بيبقى هيتدخل على الخليه يعني كله بغض النظر. احنا قلنا الانتر اكشن بتاعه مع الماتر، وقلنا هو خارج ازاي؟ هيعمل دي ان ايه دامج، الخلايا اللي هي الميوتيت اللي مش هتصلح الدامج اللي في الدي ان ايه هي اللي هتموت الكانسر سيلز، انما الخلايا الدي ان ايه بتاعها سليم. هو يعمل هو كده كده هيعمل دي ان ايه دامج، تمام؟ هو فرق من السنسيتيفيتي بتاع التشذر بيختلف. لا دي حاجه، السنسيتيفيتي دي حاجه، لكن احنا بنقول هو هيقتل، هو بيتعامل بلايندلي، هو بيدخل لكل الافكت في الجين ريبير. يعني لو في افكت في الجين ريبير في الكانسر سيل، هو بقى يا اما يعمل حاجه اسمها ليسال دامج، يا اما يعمل حاجه اسمها سب ليسال دامج اللي هو ممكن بعد كده يصلح نفسه. وده برضو فكره الفراكشنيشن، ان انت بتدي فرصه للنورمال سيلز انها تصلح نفسها من الليساليتي اللي خدتها من الراديشن، تمام؟ طبعا لا، هو الراديشن ثيرابي الافكت بتاعه نون سبيسيفيك، هو بيقتل كل الخلايا سواء كانت مالجننت او نورمال. طيب الريسبوند بقى بتاع التيومر للتريتمنت، والريسبونس بتاع النورمال تيشوز للتريتمنت، احنا قلنا ان هو ما بيفرقش. طب هل بقى الريسبونس بتاع التيومر مختلف عن الريسبونس بتاع النورمال تيشو؟ مختلف. في حاجه اسمها التيشو تولرانس. التيشو تولرانس ده معناه انه قد ايه التيشو ده يقدر يتحمل الراديشن، تمام؟ المفروض ان انا النورمال تيشو تولرانس ده بيليميتس الماكسيمال دوز اللي يقدر التيومر يتحملها. يعني انا لو عندي تيومر موجود في البلفس، ماشي، وانا عندي مثلا الريكتوم موجود في البلفس والتيومر موجود في الريكتوم، تمام؟ طب انا جنبي في جنب الريكتوم هتلاقي في الفيلد بتاعي موجود سمول انتستين، خلاص انا ممكن اعمل راديشن انترايتس نتيجه تعرض السمول انتستين للراديشن، تمام؟ وفي نفس الوقت انا عايز اقتل التيومر اللي موجود في الريكتوم. طب هعمل ايه؟ هدي دوز
الدوز دي يعني اقدر اقتل بيها التيومر سيلز وفي نفس الوقت احافظ على التيشو تولرنس اللي موجود النورمال تيشو تولرنس اللي موجود. مسموح لي انه يعني اقل من 5% من النورمال تيشوز يحصل لها دامج. تمام. طبعا كل الادفانسد تكنيكس والحاجات اللي احنا بنتكلم عليها بعد كده كلها ايمنج ان هي تتارجت الراديشن للتيومر وتقلل الدوز اللي رايحه للنورمال ستراكشرز. تمام. طبعا زمان كان في الاورثو فولتج ماشينز دي كان السكن فيها كان الليميتنج فاكتور. يعني زمان كان كل الماشينز اللي موجوده كانت ماشينز كلها الطاقه بتاعتها قليله وكان فيها حاجه ان هي مفيش فيها سكن سبيرنج افكت. كان كل حاجه كل الحالات بتبقى محروقه. بتبقى محروقه ليه؟ عشان السكن واخد هي ما بتعملش سبير للسكن. تمام. فكان ده ليميتنج فاكتور في الوقت ايامها ان انت عشان تدي التيومر انت عشان تدي جرعه اكبر للتيومر هتولع السكن. تمام. مع الماشينز الجديده الميجا فولتج لما بقى فيه طاقه اعلى وبقى فيه تكنيكس اكبر. زمان اللي هو مع بدايه الراديشن ما احنا قلنا ان احنا بادئين اهو الليجر في 1960 ايه؟ لا الحل اللي بنتكلم عنه هنا لا يعني احيانا اثناء السيشنز بتتشوه فعلا. انت بتشوف دلوقتي ده الريدنس مش بوست لا انت بتشوف دلوقتي ايه ده راديشن دوميتايتس حاجات هتشوف الكتب حاجات بقى ريديو نكروتيك تتشوه بقى السكين كله بالمصل بكل حاجه انت شايف البون دي انت الحاجات الهستوريك. عشان نوصل للتيومر ليس الجزء محمد ليك واحده محدش مخزن. خلص سيد. اللي هيجاوب على سؤالي ياخد واحدة بوت. محدش جاوب دلوقتي غير محمد. أنا مش جاوب على واحدة. أنا مش بجاوب لا ما جاوبش. ومحمود جنبي معاه دكتور محمد أيوه دكتور محمد جاوب على سؤالين. محمود معاه مستشفى الفنية. لا محمود ياخدها خلاص. خلص سيد قال إيه بقى؟ قال إنه عند جرعة معينة انا اقدر اعمل كنترول للتيومر سيلز كلها ماشي لكن فوق الجرعه دي انا مش هقدر اعمل حاجه لاني عشان ازود الجرعه اللي بتاخدها اللي بياخدها التيومر هقضي على النورمال تيشوز اللي حواليه. تمام. وبالتالي بقى عندنا النقطه دي اللي هي النقطه ايه تحتيها مش هنقدر نقدم اي ليسن افكت للتيومر. تمام. وفوقيها مش هنقدر ندي اكتر من كده لا هيفرق مع التيومر ولا هيحسن اداء النورمال تيشوز هتاخد دوز اعلى. خلاص انا كده بعمل كارثه بزود الكومبليكيشنز وما بقى ما بزودش الدوز اللي رايحه للتيومر. تمام. طيب في حاجه اسمها ثيرابيوتيك ويندو. ثيرابيوتيك ويندو معناه ايه؟ انا لما اجي اتكلم على اي تكنيك بقول ان التكنيك ده بيحسن لي ثيرابيوتيك ويندو. تمام. بيعلي الثيرابيوتيك ويندو. ايه هو الثيرابيوتيك ويندو؟ الثيرابيوتيك ويندو هو في الادويه في التكنيكس في اي حاجه الثيرابيوتيك ويندو ده لازم يبقى ماكسمايزد كده لان احنا قلنا انه احنا فاكرين النقطه ايه اللي كانت في الكيرف الاولاني. احنا لو احنا قلنا مثلا ان الكيرف النقطه ايه دي هي الجرعه 50 جري ماشي عند 50 جري انا قتلت 75% من السيلز. تمام. بعد ال 50 جري دي انا مش هاخد حاجه يعني مش انا يعني 75% بعد ال 50 جري انا مش هاخد حاجه غير التوكسيستي بتاعت النورمال تيشوز. تمام. فدلوقتي بقى اي حاجه هتختبرها لازم تحقق ان يبقى فيه ماكسمايز الثيرابيوتيك ويندو. يعني ايه تاني؟ يعني لو قلنا ان الكيرف ايه ده بتاع التيومر والكيرف بي بتاع النورمال تيشوز يبقى احنا المفروض الكيرف بي يحصل له ايه بقى؟ يبعد ولا يقرب من الكيرف ايه؟ يبعد لليمين ولا يبعد للشمال؟ يبعد لليمين يبعد يمين يبعد يمين يبقى شفت كده؟ شفت خالص؟ هو كده؟ كده احنا بنماكسمايز الثيرابيوتيك انتس. تمام. طيب النورمال تيشوز بقى النورمال تيشوز استجابتها بتبقى على حسب يا يعني اما تبقى ايرلي
ريسبوندر يا اما تبقى ليت ريسبوندر. الايرلي ريسبوندنج تيشو زي السكن زي الميوكوزا زي الجي اي تي ميوكوزا والاستانا الابسيليوم. الليت ريسبوندنج تيشو زي السباينال كورد. عشان كده احنا اول حاجه بنلاحظها في الرياكشنز بتاعتنا ان يحصل سكوميشن ان يحصل ميوكوزايتس وهكذا. الحاجات الليت بقى ممكن تحصل مع السباينال كورد, ممكن تحصل مع بقيه الاستراكشرز اللي هي ليه الريسبونس بتاعتها ليت شويه. تمام. طيب ده بيأثر على النورمال تيشو اكشن. بيأثر النورمال ريسبوندنج تيشو. الفراكشن سايز والتوتال دوز والتريتمنت تايم كله بيأفكتر اللي ريسبوند. الليت ريسبوندنج اللي بيأثر عليها التوتال دوز والفراكشن سايز. تمام. عشان كده ده ايه, دي رسمه مقطع من الهيد اند نيك. ده مقطع من الهيد اند نيك وده الكيرف بتاعه. احنا عندنا ده التارجت تمام اللي هو بالبلو لاين ده, وعندك ده السباينال كورد بالاصفر كده. تمام. طيب احنا قلنا لازم يبقى في فرق ما بين التومر كنترول وما بين الكومبليكيشن فري كنترول. لازم يبقى الكيرف يبقى فيه ثيرابيوتيك اندكس عادي. ده الكيرف اللي اختبرنا بيه الاي ام ار تي ان هو حقق لي انه بدي دوز عاليه للتومر وبقلل الدوز اللي رايحه للنورمال تيشو. طبعا في سيلز هايلي راديو سنسيتيف وفي سيلز راديو ريزيستنت. راديو سنسيتيف طبعا هتفرق معايا في ايه, هتفرق معايا انها مش هتاخد جرعه اكبر, هتاخد جرعه اقل. الراديو ريزيستنت هبقى محتاجه جرعه اكبر عشان احقق الليسال دوز. تمام. الراديو سنسيتيف عندنا زي الليمفوما زي اللوكيميا السيمينوما, الحاجات النورمال اللي هي فيديو سنسيتيف زي البون مارو والسبلين الساينس الليمفاتيك نودز الاي اللينس الليمفوسايتس, هي دي الحاجات اللي هتلاقيها ايرلي ريسبوند. تمام. ايتها ريزيستنس وبالتالي الثيرابيوتيك انتكس بتاعها قليل قوي زي السوفت تيشو والبور والميلانوما والساركوما. هو المقصود بالريديو ريزيستنت ان هي ما بتستجيبش اصلا للريديو ثيرابي ولا هي محتاجه لارج دوز على النورمال, محتاجه جرعه عاليه. الجرعه العاليه دي انت عشان تديها هتقضي على اللي جنبها في نفس الوقت. طب اذا السايد افكت اقل يعني الا برضه يعني حاجه الميلانوما او الساركوما او كده, لو خدت هاي دوز من ريديو ثيرابي بتستجيب وبتختفي. يعني الفكره ان انت بتعمل ايزوليشن بتستجيب بس هتاخد جرعه اكبر. ما هو ده اللي بيخلي الفيديو ثيرابيست في اول تريتمنت خالص هو انا عايز اعرف هدي دوز قد ايه على حسب الفوليوم اللي انا هاخده قد ايه وعلى حسب التيشوز اللي انا عايزه اقضي عليها هي ايه, ريديو ريسيستنت ولا ريديو سنسيتيف ولا مودريتلي سنسيتيف ولا ايه. هو ده اللي على اساسه بيتحدد الجرعه. انا فاهم. انا قصدي كلمه ريديو ريسيستنت دي مش معناها ان هو مهما اديت له ريديو ثيرابي مش هستجيب. هو لا, هو محتاج جرعات اعلى اللي انا لو اديتها هتأثر على النورمال تيشو بدرجه ان اكسبتبل. ايوه بالظبط صح كده. طيب ازاي بقى ايه هي الجنريتورز بتاعت الريديو ثيرابي في الخمسينات؟ هي دي يا دكتور باسل الاجهزه اللي كنا بنقول عليها من شويه, هي دي اللي هي ما فيش فيها سكين سبيرنج افكت خالص تشوي. اللي عندنا دلوقتي ولا دي؟ لا دي طبعا ما فيش اساسا, ده اللي عندنا دلوقتي. تمام. طيب ازاي بقى فكره اللينير اكسلريتور اللي احنا قلنا عليه من شويه الناس اللي ما يعرفوش يعني ايه لينير اكسلريتور. لينير اكسلريتور معناه ان احنا الالكترونات اللي احنا خدناها في الاول خالص اللي هي هايفه وتافهه وملهاش قيمه ولا كتله ولا اي حاجه, دي خدناها وعملنا لها اكسلريشن. طب جبناها منين؟ انا عندي في الاول ده الباور سبلاي بتاع الجهاز. تمام. بعد كده ده موديوليتور للباور للتيار يعني. بعدين في عندي الماجنترون. الماجنترون ده بيطلع الكترومغنيتيك ويفز. الويف جايد ده بياخد الالكترومغنيتيك ويفز يوجهها للتيوب بتاعت الجهاز. تمام. طيب الالكترونات جت منين؟ الالكترونات جايه من الالكترون جان ده. يبقى انا عندي التيوب بتاعت الجهاز الاكسلريتور تيوب دي بيدخل فيها الكترونز. الالكترونز بتركب على الالكترومغنيتيك ويفز اللي طالعه من الويف جايد. تمام. الالكترونز بتركب على الالكترومغنيتيك ويفز وبعد كده بيحصل لها اكسلريشن بطول التيوب دي, بعد كده تطلع من التريتمنت هيد. خلاص.
زي ما قلنا قبل كده انه الموضوع كله فوتون، والفوتون بيروح يأثر على الذرة يطلع الالكترون من مداره، وبعد كده الالكترون بيطلع، الالكترون بقى يعمل سكندري الكترونز، وهو ده اللي بيبقى مسؤول عن الدستركشن بقى. الاكسلريتور ممكن يطلع اكس راي او بارتيكل؟ هو لا بيطلع اكس راي تمام، وبعد الاكس راي دوت، الاكس راي دوت المفروض انه الفرق الجوهري ما بين الفوتون والالكترون انه الفوتون البنتريشن بتاعه اعلى شويه، طاقته اعلى والبنتريشن بتاعه اعلى. الالكترون بيعالج الحاجات السوبرفيشال، بس هو بيطلع ايه؟ انت ممكن تستخدمه انك تطلع منه الالكترون. ممكن استخدمه ان انا اخليه يخبط في تارجت، التارجت يطلع لي الالكترون، او تستخدمين يطلع اكس راي. في الحالتين احنا ما بنستخدمش ماده ريديو اكتيف، في ريديو اكتيف بنستخدمها عشان الجمع. ريديو اكتيف ده حاجه تانية خالص، مش معلين اكس راي خالص. لا في الكوبالت ولا حتى مع الكوبالت العيان ما بيطلعش ريديو اكتيف، بيطلع له جمع، ما بيطلعش ريديو اكتيف، انت بتطلع جمع راي بس بتستخدم ريديو اكتيف. لكن في البلاك ما بتستخدمش اكس راي. هنا في اللينير اكسيريتور بستخدم اكس راي، في الكوبالت بستخدم جمع راي. لا ده بتطلعي جمع راي او اكس راي، لكن ما بتستخدمي في كوبالت ماده مشعه عليها كوبالت. هنا مش فيش ماده مشعه اصلا، هنا مفيش حاجه، هنا ده لينير اكسيليتور ومفيش فيه سورس اساسا. الكوبالت مختلف يعني عن اللينير. هنا باور سبلاي، ده كهرباء. الكهرباء دي بتدي، هي اللي بتدي الالكترونز. لا انا عندي الكترون جان لوحده. الكترون جان دي مصدرها ايه؟ مصدرها ايه؟ الكترون جان بتطلع الكترونات. قصدي برضه انها مش ماده، يعني الكوبونس بتاعت الماشين هي شغلتها انها بتبقى. يا جماعه احنا خلاص احنا بنبعد عن ريديو اكتيف خالص. تدخل في الاكسلريتور تيوب دي مع الماجنترون او كليسترون على حسب الماشين ايكويبد بانهي واحد فيهم. في عن طريق البلوت جايد ده بيحول بعد كده الالكترونز دي بتتحول الكتروماجنتيك ويفز. الكتروماجنتيك ويفز دي بعد كده بتخرج من تريتمنت هيد. انا بعد كده بعمل لها موديفيكيشن بقى، سواء بتارجت اطلع منها الكترونز او ما اطلع او اسيبها زي ما هي الكتروماجنتيك ويفز. اللي هي الفوتون بتطلع من الماجنترون ده، دي بتطلع دلوقتي احنا عندنا ده الباور سبلاي بيطلع موديوليتور، موديوليتور ده الكتروماجنتيك ويف، ده المكان اللي بيطلع منه الكتروماجنتيك ويف تمام. دي الكترون جان لوحدها. الفكره كلها ان الاثنين بيركبوا على بعض، يعني الويف جايد دي بتوجه الالكتروماجنتيك ويفز انها تطلع لناحيه التيوب خلاص، والالكترون جان بتطلع الكترونات. دي جان بتطلع الكترونات، طلعها ازاي ما يفرقش معانا، المهم ان احنا معانا الكترونز ومعانا الكتروماجنتيك ويفز. عرفنا يعني ايه الكتروماجنتيك ويفز وعرفنا يعني ايه الكترون. طيب من غير الالكترون جان دي الـ 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 ولا حاجه. الالكتروماجنتيك ويفز دي مش هتعمل حاجه، مش هتطلع اكس راي، ومن غير الويف جايد دي الالكتروماجنتيك ويفز مش هتعمل حاجه، لان هي الالكتروماجنتيك ويفز محتاجه حد يوجهها عشان تطلع للاكسلريتور تيوب تمام. لكن البروتون والنيوترون بيطلعوا من حاجه برضو شبه اللينك ده. البروتون والالكترون بارتيكلز، بارتيكلز حاجه ثانيه خالص غير الالكتروماجنتيك ويفز. ماشي بس بيطلع هي نفس بيبقى فكره مختلفه، مش شبه اللينك يعني. لا هو يعتبر شبه اللينك، بس بقى فيه كومبوننتس غير دي بقى، يعني كومبوننت ثانيه اللي بيخبط فيها بتطلع البروتون يعني. بتبقى حاجات اقوى من الماجنترون كمان. محتاج سايكلوترون. الاختلاف كله في موضوع البروتون والنيوترون والقصص دي في الحته دي. ماشي خلاص. طيب ده اللينير. احنا عندنا هنا ده الكترون نفس بتاعنا، ده الكولينيتور، وده الجانتري. الجانتري ده بيلف، ممكن يبقى هنا وممكن يبقى تحت الترابيزه وممكن يبقى الناحيه الثانيه، بيلف 360 درجه تمام. والكولوميتر ده برضو بيلف عشان يغير شكل الفيلد، يعني بيتفتح يفتح يتفتح الفيلد، والكولوميتر بيغير في شكل الفيلد تمام. الجانتري بيغير في اتجاه الترابيزه، بتتحرك 360 درجه زي ما احنا شايفين كده، وبرضو الجانتري بيلف 360 درجة خلاص. ازاي بقى ايه هي انواع الراديشن ثيرابي وازاي بنعطيه؟ عندنا اكسترنال بيم وعندنا انترنال. اكسترنال بيم راديشن ثيرابي اللي هو العادي المتعارف عليه، وفي انترنال بيم اللي هو البراكي ثيرابي اللي انا بدخل انا بقى للتيومر وبدي البراكي ثيرابي ده، سواء كان انترستيشال براكي ثيرابي دخلت على التشو على طول، او انترا جافري
كافيتري دخلت من كافيتي او بوند براكي سيرابي ان انا اديت حاجه للسكن. تمام. البراكي سيرابي السيرفكس بقى بروستد ريكتوم البروتونز. البروتونز بس بتختلف عن الالكترومغنتيك ويفز اللي هي بتبقى البنتريشن بار بتاعتها اخر حاجه فيها بنهايه التيوب. تمام. في عندنا طبعا الستيريو تاكسي والراديو سيرجري. انت بتجمع البيمز وتوجهها على التيومر اللي موجود في اللنج في البرين. تمام. ليه ما بنستخدمش البراكي في كل الحالات لما هو الموضوع سهل كده؟ ليه ما نديش بقى كله انترنال وخلاص نفتح وندي؟ هو في نفتح وندي دي في انترا اوبراتيف ريديو سيرابي. يعني ممكن حاله البريست تديها تدي للتيومر بيد بتاعها. بس ان شاء الله لما ربنا يكرمنا يبقى عندنا موبايل فيناك تستدعونا كان فيه كان موجود اصلا وكان في حالات البلادر ساعتها كانت بتعمل هناك كان ربنا يكرمنا بقى. في انواع البرشيا بريستال راديشن. في عندنا حاجه اسمها ماموسايت. الماموسايت دي ممكن تدخل برده في التيومر بنت. والماموسايت كاستر بتتوصل بهاي دوز ريت راديو سيرابي وتدي العينه تاخد 5 جلسات مثلا بعد الاوبريشن وخلاص. بدل بقى ما تقعد في ويتنج ليست 25 جلسه والقصص اللي احنا عارفينها دي. الانترسيشال ان انت داخل بالليدز دي داخل جوه التيومر نفسه. تمام. الانترا جافيتري والفاجينال بوت زي ما احنا شايفين. ده الانترا اوبراتيف ريديو سيرابي. احنا داخلين اهو بالموبايل اللي هناك وبندي التيومر بنت. بص اوبرا ما بتاخدش جاما غايف. ايه ما بتاخدش بص اوبرا ده ما خلاص ما هو ده مش هي هتطلع خلاص ولا مول بريست ولا حاجه. يعني تاخد دلوقتي على التور بيت بس. اه ما ضايعش بعد كده مول بريست. لا هي كده اخدت خلاص. والمامو سايت برضو فكره المامو سايت انت هي اخدت برضو بتاخد. طب والاكزيلا يعني انت ما هو مش كل الحالات بقى هتاخد انت اوبرا. يعني في حالات سلكت احنا بس عايزين حاله واحده اللي هي عندها الحاله اللي فيها اكزيلري ليمف بوزيتيف اصلا ما هيش كانت للانتر اوبرتيف. طب ما طب ما تدينا معلومات كده عن الانتر اوبرتيف ريديو سيرابي ده. طب ما نجيب موبايل هناك ونشتغل. طيب هل العيان لما ياخد الريديو سيرابي طب دي نقطه مهمه بالنسبه لي. ايه الانديكيشنز اوف انتر اوبرتيف ريديو سيرابي؟ انت عشان انت ايه الايه انك تدي انتر اوبرتيف ريديو سيرابي؟ انك تعمل لوكال كنترول. تمام. لو هي الحالة لو ريسك اوف لوكال ريكرنس خلاص هتدي. لو هي ما عندهاش ريسك اوف لوكال ريكرنس خلاص. الفكره برضه ما تعملش جايد لاينز حاجه زي كده عشان الموضوع برضه ما تعملش في راندومايز كلينيكال ترايلز كبيره على يقارن انت وضغطك كل نشتغل كيس سيريز. الراديشن ثيرابي هيخلي العيان راديو اكتف ولا لا؟ هيخلي العيان راديو اكتف؟ لا. طيب قد ايه من العيانين بيتعالجوا بالراديو ثيرابي؟ 50-60% من العيانين بتوعنا في اي مرحله من مراحلهم سواء بقى كيوراتيف نيو ادجوفنت بالياتيف هيحتاجوا الراديشن ثيرابي. ايه الايم بتاع الراديو ثيرابي؟ كيوراتيف او ديفينيتيف. طب في حالات كتير في الميزوفانكس مثلا الاليجلوتيك كارسينوما. بالياتيف راديو ثيرابي بوم ميتس برين ميتس بليدنج بروفلاكتيك او بريفنتيف. امتى نديه بروفلاكتيك؟ بروفلاكتيك احنا قلنا ليه تو انديكيشنز. قلنا في الليمفوما ممكن يدي بروفلاكتيك هو ريديو سيرابي على البرين. لا في لوكيميا. لوكيميا برونك لوكيميا. وكان في انديكيشن تاني ليمفوبلاستيك لوكيميا. طيب اكيد ليمفوبلاستيك. طب قول الانديكيشن التاني. طيب البرونكوجين كارسينوما السمول سيل. السمول سيل كارسينوما توتال بادي ايراديشن ده في الكونديشننج تريتمنت للليمفوما. ايه للبرين للترانس ايراديشن بروفلاكتيك برين ايراديشن في السمول سيل. صح. ايه ليه يعني ليه البروكوزنت بروفلاكتيك ايراديشن بعد خلاص ما العيان جاب سي ار
انت ممكن تدي على فكره ممكن لو هو جاب سي ار ممكن تدي في النون سمول سيل لان كانسر سواء الانديكيشن بتاعه الاساسي في السمول سيل لانه عنده هاي ريسك اوف برين ميتاستاسيس فانت بتديله قبل ما يبقى برين بدا البرين سمول سيل على البرين وفي الوكيميا بدا ايه برين برين الراديشن في حالات السمول سيل لان كانسر. طب الادجو في الاكيوت ليمفو بلاستيك لوكيميا برضو على البرين عشان ليبتو منينجيا ريكورنس. طب الادجوفنت ريدوثيرابي في حالات الجرس الجرس ادي بس الاستاد الابدان الادجوفنت ريدوثيرابي في حالات البريست كانسر بيندرج تحت انهي واحده من كيوراتيف 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 ادجوفنت كيوراتيف ادجوفنت يعني برايمري هو فاهم الكيوراتيف يعني برايمري ريدوثيرابي زي السيرفكس مثلا زي السيرفكس او زي النيزوفارينجيال كارسينوما يعني مش ممكن زي تكون مع بعض كيوراتيف نيو ادجوفنت وديفينيتيف وادجوفنت يعني يتحط فيها يتحط تحتها الثلاثه دول يعني الايم بتاعي في الثلاثه في الثلاثه نيو ادجوفنت وفي الديفينيتيف وفي الادجوفنت انا ايم الايم بتاعي كيوراتيف. طب فصليها بقى شويه يعني مش كده؟ لا 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 هي المفروض تتقسم هي مشكلة ان احنا دفعه واحده في فرق ما بين ان انت تدي ادجوفنت حتى بريست او انت بتدي برايمري في حته السيرفكس او النيزوفارينجيال كارسينوم ولا دكتور بس وايه كمان حالات الايه الكارسينوم كمان السكور مثلا الكارسينوم برضه برايمري برضه احنا قلنا يا جماعه ان احنا عندنا 50 ل 60% من الحالات قلنا ان الايم بتاعنا يا اما يبقى كيوراتيف يا اما يبقى بالياتيف يا بروفيلاكتيك يا توتال بادي اديشن تمام معايا خلاص. الايبوفريدي ثيرابي ايه بقى ان انا اوصل هوموجينوس دوز للاكيوريتلي لوكالايزد تارجت فوليوم ونحط تحت الاكيوريتلي لوكالايزد دي يعني 10000 خط لان كل الادفانس تكنيكس اللي اتعملت في الراديشن تريتمنت وفي الجينيريتورز انه انت بتعمل تكنيك علشان تتارجت الدوز دي على قد التيومر وتعمل هوموجينس ديستريبيوشن ليها جوه التيومر وتحافظ على بقيه النورمال تيشوز وبالتالي تاخد كومبليكيشنز اقل. طيب علشان نعمل الكلام ده اتحدد التارجت فوليوم اللي انا هديله اتحدد 3 فوليومز دول الاساسيين اللي هنقولهم النهارده. عندنا اول حاجه الجروس تارجت فوليوم. الجروس تارجت فوليوم ده يعني ايه؟ يعني اي حاجه متشافه بالعين المجرده حاجه باينه كلينيكالي حاجه باينه راديولوجيكالي اي حاجه باينه جروس ميكروسكوبيك هي دي الجروس تارجت فوليوم تمام. بعد كده في السي تي في اللي هو الكلينيكال تارجت فوليوم. الكلينيكال تارجت فوليوم ده يقصد بيه الحاجات الميكروسكوبيك اللي هي تبقى ديستريبيوتد ورا الجروس تارجت فوليوم وانا مش لاقيها او مش شايفها مش باينه فبتتحدد على حسب الهيستوري بتاع الديزيز على حسب الروتس اوف سبريد تمام. بعد كده البلاننج تارجت فوليوم هو الدايره البلو دي. ايه هو البلاننج تارجت فوليوم ده بقى؟ هو الاختلاف بتاع العيان السيت اب ايرور بتاعه انه العيان المره دي نايم لو انا هدي بيلفس مثلا هو نايم البلادر المره دي مليانه المره الجايه مش مليانه قوي الفرق في النومه بتاعته الفرق في طبعا في سيت اب ايرورز بتبقى ريليتد للاماكن نفسها وكل مكان بيبقى عارف ان هو عنده سيت اب ايرور معين بيحسبه كل مره غير السيت اب ايرور بتاع العيان. كل الحاجات دي ايه لو عندنا كواليتي اشورنس لو عندك كواليتي اشورنس الحاجات دي كلها بتتحسب علشان نبقى في الاخر احنا في الاخر بندي تارجت فوليوم تمام. احنا في الاخر بنتعامل مع فوليوم وبنتعامل مع دوز خلاص. مين اللي بيدي الراديشن ثيرابي؟ المفروض اللي بيدي الراديشن ثيرابي ده تيم بيتكون من الراديشن اونكولوجيست. ماشي دكتوره بعد اذن حضرتك المحاضره اللي فاتت دكتور محمد عوض كان بيتكلمنا في الكيمو ثيرابي ان الكيمو ثيرابي بيتاخد بموت لوج. السلايد اللي فاتت دي افهم منها ان احنا بنحسب ازاي الريدو ثيرابي ولا لسه الموضوع جاي؟ يعني لسه لو جاي خلاص لو يعني دلوقتي تيومر فوليوم مثلا ازاي هحسب الدوز ازاي؟ يعني مثلا ليه هدي هنا 25 سيشن ريديو ثيرابي مثلا وهت لسه هجاي. طب تمام ماشي. الراديشن اونكولوجي تيم زي ما قلنا راديشن اونكولوجيست فيزيست طبعا اونكولوجي نيرس معانا مفيش حد بيدي ريديو ثيرابي لوحده. هو الريديو ثيرابي عباره عن تيم. التيم ده لو واحد وقع منه مش هتعرف تطلع نتيجه كويسه
مش هتعرف تطلع بنتيجه اصلا لو واحد وقع من التيم ده. بيتقاس ازاي؟ الجري بيتقاس بالجري. الجري دوت عباره عن الابزوربشن اوف 1 جول اوف انرجي في 1 كيلو جرام من التيشو. تمام. الستبس بقى، اول حاجه في الستبس ان انا بنيم العيان. البوزيشننج بتاع العيان حاجه مهمه جدا. لازم يبقى اموبلايزد عشان ياخد السيشن. انا بدي تارجت فوليوم، يبقى انا هو نايم في وضع ريبروديوسبل يقدر ينام فيه من جلسه للتانيه، مريح بالنسبه له، ما يبقاش وضع مؤلم وانا اطلب منه ان هو ينام عليه 25 مره. حرام، هو لا هو هيعرف يقعد ولا انا هاخد نتيجه كويسه. فلازم يبقى بوزيشن مريح، وبعد ما ينام في البوزيشن المريح اللي هو مناسب ليا هبتدي اعمل له اموبلايزيشن في البوزيشن ده. بعد كده بعمل لوكاليزيشن للتيومر. تمام. بعد كده بختار الفيلد اللي انا هشتغل بيه، وبحسب الدوز ديستريبيوشن، بعمل كالكوليشنز وبعمل فيريفيكيشن عليها، وفي الاخر مرحله التنفيذ. البوزيشننج مش هننام العيان كده ونبقى مثبتينه بمسامير، بس على الاقل نبقى البوزيشن معروف وواضح، بحيث انه لو هبه جت خططت العيان النهارده ياخد الجلسه بتاعته، بعد كده لو محمد جه تاني يوم يبقى خططه نفس التخطيط بنفس الوضع اللي كانت هبه منيمه فيه العيان. تمام. طبعا لازم يبقى ستيبل كومفورتابل، نقلل الموفمنت على قد ما يقدر، ريبروديوسابل يعني يقدر ينام فيه كل يوم، دوكيومنتد علشان اقدر اشتغل انا وغيري، تكنيكالي ابروبريت يعني ابقى عامله له امبرايزيشن بحاجه عندي. هو انت بتطلب من البيشنت ولا انت فعلا بيبقى في مثلا بتضبطه؟ لا هنشوف دلوقتي. العيان يا اما نايم صبايل تمام، يا اما نايم برون. لو هو نايم صبايل انا بعالج حاجه انتيور هنيمه صبايل، بعالج حاجه بوستيرور هنيمه برون. طب لو هو حاجه عايز اعالج حاجه بوستيرو ومش عارفه نايم العيان هو مش قادر ينام على بطنه، هعمل ايه؟ هلف الجنتري. واحده اهو بس لف الجنتري هتوزع خالص. البوزيشننج ايدز، البوزيشننج ايدز بقى الدكتور عمرو بيسال عليها. عندنا كذا بوزيشننج ايد على حسب اللوكيشن بتاع التيوب. يعني انا كده هدي مثلا، هدي حاجه اوكسيبيتال ليجن مثلا. تمام. فانا نيمت العيان في البروم بوزيشن ده وعملت له الماسك ده بحيث ان هو بينام عليه كل مره. تمام. ده لوكيشن تاني، بليجن تاني بحاجه تانيه خالص. ده الايموبلايزيشن اللي احنا قصدنا عليه، لابس ماسك مثلا، او البوزيشننج بتاع العيانه بتاعت البريست. بس هي هنا عامله حاجه غلط. ايه ايه اللي هي عاملاه غلط هنا؟ ايدها داخله في الجهاز او متعاكس. ده هي عاوزه ترفع الجراف. لا هي المفروض ان هي بتبقى عامله ابدكشن كده للارم ولاترال روتيشن. ده تمام ما فيهوش مشكله. ايديها الثانيه جنبها ده تمام، بس ما تبقاش باصه لفوق كده، ما تبقاش واخده اليوترال بوزيشن ده. لا هي تبقى باصه للناحيه الثانيه، الكونترا لاترال الناحيه الثانيه، علشان ما يبقاش الراديشن داخل واخد الثروت او واخد الميد لاين ستراكشر وتطلع بقى زورها بيوجعها وعندها مشاكل ملهاش اي علاقه اساسا بالجزء اللي هي بتاخد عليه. فهي دي النصيحه اللي بننصحها للعيانات بتاعت البريست، ان هي دايما تبص الناحيه الثانيه للارض مش للحيطه، كانها بتدور على حاجه في الارض بعينيها يعني، مش بال ده ال ده ال الجلسه بتاخد قد ايه؟ الجلسه بتاخد حوالي قد ايه؟ يعني 8 ل 10 دقايق على حسب بقى العيانات. البرنسبل بتاع الماسك، الماسك ده المفروض ان هو بلاستيك. البلاستيك ده بيتمدد بالحراره وينكمش بالبروده. هو شيت، الشيت دوت بيبقى بنعرضه في ووتر باس. الووتر باس ده بيفرده، لما بيتفرد بياخد شكل العيان زي ما احنا شايفين كده. ده الشيت من الاول خالص اهو، ده الماسك من الاول خالص. بعد كده بعد ما دخلناه الووتر باس بيلين والاثنين بيمسكوه قصاد بعض، وبعد كده العيانه بتلبسه كده بياخد شكل الوش، وبعد كده بيبقى فيت عليها بقى المفروض كل جلسه. طيب ازاي هعمل لوكاليزيشن للتيومر؟ هعمل له لوكاليزيشن بالسي تي راديولوجيكال.
بعد ما حد طبعا بعد ما عملت بوزيشننج للعيان ونام في الوضع اللي انا عايزاه فيه بعمل له حاجه اسمها سيميوليشن. سيميوليشن معناها محاكاه. محاكاه يعني ايه؟ يعني بنيم العيان وقت التخطيط نفس النومه اللي هينامها وقت الجلسه. تمام؟ ده معناه السيميوليشن. بنيمه على السيميوليتور بعد كده بصوره وباخد له سيتي كاتس، والسيتي كاتس دي بتتبعت بالدايكوم على الجهاز، وانا اقعد بقى على مع الفيزيائي نحسب مع بعض الفيلد ارينجمنت والبيم داخل ازاي والدوز قد ايه وايه هي الاورجنز ات ريسك والتيومر واخد قد ايه، الجي تي في واخد قد ايه، البي تي في واخد قد ايه، السي تي في واخد قد ايه وهكذا. تمام؟ طيب السي تي اللي انا هنيم عليه العيان ايه هيختلف في ايه عن السي تي دايجنوستيك؟ يعني السي تي سيميوليتور ده هيختلف في ايه عن السي تي دايجنوستيك؟ ولو عندي سي تي دايجنوستيك هتغلب على الاختلافات اللي موجوده فيه ازاي؟ طبعا احنا ما عندناش ما فيش سي تي سيميوليتور، وكان في سيميوليتور هو دلوقتي عطلان اللي بيستخدم السي تي دايجنوستيك. السي تي دايجنوستيك عشان تستخدمه لازم اولا العيان يبقى نايم على حاجه فلات. فلو الترابيزه بتاعت السي تي كيرفد لازم تحط فيها حاجه تخليها فلات، وليكن لوح خشب كيرفد من تحت وفلات من فوق بطول الترابيزه. تمام؟ طيب في حاجة تانية، انه المفروض انه الفتحة بتاعت السي تي دي تبقى اكتر من 70، المفروض تبقى 75. بعد كده العيان بيتخطط، العيان بيتصور ماشي، ده السكانوجرام. لو انا مثلا هدي حالة بلبس صورت العيان، انا محتاجة ده الفيلد بتاعي اللي هو المربع الشكل ده الفيلد بتاعي، والمثلثات دي هي البلوكات الحاجات اللي انا مش عايزه ادخلها في التارجت. تمام؟ طيب الحاله دي مثلا حاله بلودر، خلاص. ليه انا واخد كل ده؟ ليه واخد المستطيل ده؟ عشان انا عندي زي ما قلنا احنا مش بنتعامل بالاورجان، احنا بنتعامل بالفوليوم، التارجت فوليوم. وزي ما قلنا الفوليومز متقسمين ثلاثه، في جروس وفي كلينيكال وفي بلان، خلاص. فاحنا كده مفترض ان احنا مغطيين التارجت فوليوم بتاعنا. بعد كده بعد خلاص ما خدت التصوير بتاع العيان ده على السكان جرام، بعمل له لوكاليزيشن. لوكاليزيشن ده ان انا بعمل له لاترال لوكاليزيشن، بعمل لاين اوف كنترول. اللاين اوف كنترول ده بيعدي بثلاث نقط، ثلاث نقط دول اثنين منهم لاترال وواحده انتيرور، اثنين اللاترال عشان يظبطوا لي اللاترال فيلز، والواحد والانتيرور للانتيرور فيلد، وفي نفس الوقت احكم اللاترال روتيشن بتاع العيان. عشان كده لما تلاقي عيان بيلبس هتلاقيه عليه علامات، والعلامات دي فيه اكسات، واحد يمين واحد شمال واحد في النص. ده لو بيلبس، لو هي حاله بريست هتلاقي الميد لاين متاخد، ده الميديال تانج بتاعنا، واللاترال تانج عند الميد اكزيلري لاين، واللور بوردر بتاعها يعني 1.5 سم تحت انفرا ميموري. فهتلاقي العلامات دي هي العلامات دي اللي بنحدد بيها الانترنس بتاع البيم والفيلد ارينجمنت بتاعها. طبعا العيان عشان يتعالج لازم يتعالج ايزوسنتريك. يعني ايه ايزوسنتريك؟ يعني الجانتري بيلف حوالين نقطه، هي نفسها النقطة اللي الكوليميتر بيلف حواليها، هي نفسها النقطة اللي الترابيزة بتلف حواليها، هي نفسها النقطة السنتر بتاع الفيلد اللي أنا عايزاه. لما العيان بيتعالج ايزوسنتريك أنا كده بوفر وقت، بوفر وقت على الماشين، وبوفر وقت على التكنيشن، بوفر وقت إن أنا كله بيشتغل في ايزوسنتر واحد. طبعا المالتي بيم تريتمنت هو الحاجة اللي هتوصلني للهوموجينس دوز ديستريبيوشن. يعني انا عندي دلوقتي لو انا عندي ده التيومر ده موجود اهو في النص، يبقى عشان اوصل له بهوموجينس دوز هديله فيلد من قدام انتيرو وفيلد بوستيرو. طيب ما وصلناش لهوموجينستي، ممكن نزود الفيلدات، نخلي مثلا واحد بوستيرو واثنين لاترال، نخلي واحد انتيرو واثنين لاترال، على حسب اللوكيشن بتاع التيومر وعلى حسب الاورجنز ات ريسك اللي موجوده والجي تي في والبي تي في بتاعه. طبعا الاورجنز ات ريسك دي مشكله كبيره طبعا، عشان كده ظهر ال 3D. ال 3D انت بعد ما اخدت سي تي كاتس للعيان انت بتعمل لوكاليزيشن بقى للتيومر للتارجت بتاعك على القطات كلها. بعد ما بتعمل الديلينيشن على القطات كلها بيظهر لك الشكل ده، ان دي البلادر،
ده اليوترس ودي البلودر ودي الـ ودي الفيزلز بعد ما عملت الديليشن بتاع الليمفوز وخلافه. فبدا يظهر لك الشكل ده، الشكل ده باين اهو ان فيه كونفورميتي، يعني انت ما بقتش بتعالج بس المستطيل ده اللي ياخد ياخد واللي ما ياخدش ما ياخدش، لا انت دلوقتي بقيت بتتحكم الدوز اللي رايحه لكل حته قد ايه بما فيها الاورجانز اتريس. ده الفرق، دي صوره يعني بسيطه جدا بس بتوضح الفرق ما بين ال2 دي اللي هو هيدي راديشن للمستطيل ده، او ال3 دي اللي هو بيعمل كونفورميتي بالام ال سي المالتي ويف كوميتور اللي احنا قلنا عليه، بيعمل شيبنج للبيم علشان يقعد يدخل موفمنت كده ان واوت علشان يعمل كونفورميتي للليجن. والانتنسيتي موديليتد راديو سيرابي انه بقى البيم بدا يتقسم لبيملت، فانت بدات مش بس بتغير في الشكل، انت كمان بتغير في الانتنسيتي بتاعه الدوز. يعني في الاي ام ار تي انت انتنسيتي موديليتد راديو سيرابي، انت بدات تعمل موديليشن مش الشكل بس لا كمان للدوز. ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا لو انا عندي تيومر، التيومر ده تيومر اهو والسباينال كورد اهو، انا عايزه ادي التيومر ومش عايزه اقرب للسباينال كورد، فهقدر اتحكم في كل حاجه في الدوز بتاع التيومر كلها حتى كل مكان. ايوه بالظبط، كل حته هبقى عارفه واصل لها دوز قد ايه. وده بيبقى متعب اكتر في البلاننج لانك الاورجنز ات ريسك وحتى النورمال ستراكشرز كلها لازم هتحط هي بتاخد جرعه قد ايه. وانت بتعمل الاي ام ار تي ده انت عندك حل من اتنين، يا اما هتعمله انفرس بلاننج يا اما فورورد بلاننج. انفرس بلاننج ان انت هتقول له انا عايز المينيمم دوز كذا، السي تي في ياخد كذا، الاورجنز دي تاخد دوز كذا وكذا وكذا، خلاص كده هو يتشقلب يدي لك بيم ارينجمنت وانت تعمل اكسبتنس، او تقول له لا مش عاجبني دي اعمل لي واحده ثانيه. الفورورد العكس، انت بقى عملت نفس الخطه بتاعه الكونفورمال وبترسم انت وتحدد انت وتعمل بيم ارينجمنت انت وبرده تعمل اكسبتنس للبيم. هو سوفت وير على الجهاز، سوفت وير على الجهاز يعني. بس انا سؤال هو انا بعمل ازاي هاردوير في الماشين برضو في انا بسال بس ازاي بيعمل كذا بيم؟ هو انا شايف ال يعني انا هيك تيوب واحده، هي تيوب واحده ازاي هيدي من ثلاث جهات تيوب واحده؟ تمام، انا عندي البيم، البيم شكله عامل ازاي؟ ده شكل البيم هو طالع كده صح، مش فاتحه اهو، ولما بتنزل كل ما بتبعد عن الجهاز بتوسع المسافه صح؟ صح. ده البيم اهو، البيم طالع من الجهاز شكله كده، البيم طالع من الفتحه دي من هنا هو، بس هنا رسم لك رسمه توضيحيه. هو البيم طالع من هنا بالشكل ده، بالشكل المثلث ده، زي ما يكون بالظبط قافلين الباب وفي نقطه، بس هي نقطه المفتاح دي هي اللي منوره. بتبقى عامله ازاي؟ طالعه نقطه، والنقطه دي بعد كده بيحصل لها دايفرجنز. تمام، انا بحط في وش الدايفرجنز ده المالتي ليف كوليميتور ده، يقعد يتحرك ان واوت عشان يتشكل بشكل البيم اللي انا عايزاه، اللي هو قصدي اقول خاكم اللي هو نفس فكره السي تي يعني. الجهاز بيطلع شكل واحد وهي حاطه كفر وجامله الكوليميتور ده ياخد شكل. خلاص هو طالع اهو، هو طالع اهو، طلع خلاص اهو. بعد كده المالتي ليف كوليميتور شكله عشان ياخد شكل التيومر ده. تمام، واضحه كده؟ انا بتكلم بقى على الجيم اللي بيجي بوستيريور واللي بيجي هو الجنتري، هو نفسه الجنتري اللي بيلف والتيبل بتاعه. احنا قلنا ان الجنتري يعني مش في نفس التايم، يعني مش بيدي، لا مش في نفس التايم، بس الادفانسد تكنيكس بقى فيها ايه؟ بقى فيها ان انت ممكن تعمل ايه؟ ان انت ممكن ثواني زي ده كده الجنتري بيلف والكوليميتور شغال، فالجهاز اون طول الوقت. ده الرابيد ارك، دي فكره الرابيد ارك. تمام؟ ده الشكل في النهايه بعد ازاي بقى بنحط الجدول بتاع التريتمنت. كونفنشنالي المفروض ان هو بيتاخد في مالتيبل فراكشنز من 1.8 ل 2 جرام بير فراكشن. تمام، 5 ايام في الاسبوع. ازاي بنختار الدوز؟ بنختار الدوز على حسب ثلاث حاجات: الريديو سنسيتيفيتي بتاعه التيومر. تمام، يعني لو انا عندي ريديو سنسيتيف تيومر زي السيميلوما هياخد 30 جرام، لو هو مودريت سنسيتيف سكلوما سيل مثلا هياخد 50 جرام. تمام، طيب السايز بتاع التريتمنت فوليوم، كل ما كان الفوليوم اقل كل ما اقدر ادي دوز اعلى، مش حاكمني اورجانز ات ريسك ولا حاجبني نورمال ستراكشرز.
البروكسيميتي بتاعت الدوز ليميتنج ستراكشرز. كل مكان حاجه زي البرين ستيم قريبه هتخليني اقلل الدوز، حاجه زي السباينال كورد قريبه هتخليني اقلل الدوز، او ادي تكنيك اعلى زي الرابيد ارك زي الاي ام ار تي وهكذا. الراديكال الايم اوف تريتمنت طبعا مهم. لو انا هدي ده الايم اوف تريتمنت هيفرق معايا في الدوز، يعني انا لو انا هدي العيان كوراتيف هدي له جرعه، ولو انا هعالج نفس المكان بالياتيف هدي له جرعه ثانيه. خلاص ليه بديه بقى فراكشنيتد؟ بديه فراكشنيتد عشان كذا حاجه بيسموهم الفور ارز. الفور ارز دول بالنسبه للنورمال تيشو انت بتدي فرصه انه يحصل ريبير للستاب ليسال دامج، انه يحصل ريبوبوليشن للسيلز اللي تعرضت للراديشن. بالنسبه للتيومر دامج انت بتدي فرصه للماليجنانت سيلز ان هي يحصل لها ري اوكسجينيشن، فبالتالي الريديو سنسيتيفيتي بتاعتها تبقى اعلى، يحصل لها ري ديستريبيوشن. السيل سايكل كلنا عارفينها ان هي تتحرك من فيز ريديو ريزيستنت الفيز ريديو سنسيتيف، والموست ريديو سنسيتيف فيز هي الام فيز، والليت اس فيز هي دي الموست ريزيستنت. الكومن سايد افكتس طبعا انتوا عارفينها اكتر مني، في اكيوت توكسيستي وفي ليت توكسيستي. الاكيوت توكسيستي اللي هي بتظهر في اقل من 90 يوم من الستارت اوف تريتمنت، والليت توكسيستي شهور او ييرز بعد الراديشن. شكل الميكوزايتس، الراديشن انتوز الميكوزايتس، طبعا كلنا عارفين ان الراديشن سيرابي ده لوكال تريتمنت، يعني على حسب المكان اللي هنديه على حسب ما يظهر لي سايد افكتس. لو هدي في الابدومين هيظهر دايريه، لو هدي في البرين او في البرين يحصل هير لوس مثلا، او في الاماكن اللي فيها هير يحصل هير لوس، ماوس تشينجز والنوزيا والبوميتنج في الحالات اللي بتاخد على البلبس، او الحالات اللي بتاخد على الهيدن تنك، السكين تشينجز وهكذا. ممكن تحصل طبعا بين الريديشن، دي حاله فيها بين الريديشن بعد 3 سنين من الريديشن سيرابي، ودي حاله للهير لوس بعد الهيدن تنك. ممكن ندي الريديو سيرابي لحالات بناين، ممكن ندي بلفيك اراديشن في حالات الاوفريان ابليشن والاوفري ما يبقاش فيه مشكله، بندي بس عشان نشفت سكند هرمونال تريتمنت. ممكن ندي توتال ليمفويد اراديشن كتريتمنت للاريستيج جيولوجيكال ليمفوما، ممكن ندي بريست اراديشن في حالات الجينيكوباستيا، ممكن كبيرس مانجيوما سمول تيومرز، الكلويدز، الفريجيم، الارتيروفينس مالفورميشنز، البيتوتري ادينوما والمنينجيوما والكرينيو فرانجيو كرينيو كان في حاله لازم تاخد الفكره ان هي في هاي ريكورنت ريت، تمام. الفايبروزس ده، الفايبروزس اللي بيحصل ده مش هتقدر تاثر عليه غير لو اتاخد الريديو سيرابي في خلال 24 ساعه من الجراحه. يعني انا بعد ما اشيل الكلويد في 24 ساعه بعد ذلك تاخد الريديو سيرابي؟ تاخد ميعاد طبعا، يكون ميعاد الريديو سيرابي مع السيرجن اللي محتاج من قبل الراديشن مش بيقتل. وان سيشن كده، وان سيشن، وفي ساندوتش تكنيك، وان سيشن قبل وان سيشن بعد، في حاجه ثانيه بتبقى وان سيشن بعد الجراحه وبعد كده سيشن ثانيه بعد الجراحه. هو كل الريجمنز لازم وزن 24 ساعه من الجراحه. ده في الكلويد بس يعني؟ في الكلويد بس. مش بتقتل طبعا السيلز، مش بتقتل السيلز بس، ممكن تقتل البكتيريا، ممكن تقتل البكتيريا، ممكن تستخدم الراديشن سيرابي في استيرلايزيشن. وفي الحاله دي السترنجات اللي هتتعقم مثلا طبعا مش هتبقى ريديو اكتف ولا هيأثر عليها حصل لها دامج او حاجه. راديشن سيرابي سيف طول ما هو بيتعامل بتيم، طول ما هو ايمنج انه يوصل هوموجينس ديستريبيوشن واقل توكسيستي للنورمال تيشو، ويتارجت الدوز بالادفانسد تكنيكس للتيومر. وشكرا يا جماعه. ابدا جراحه ده رقم 3 ولا مش صح؟ خلاص بحاول ايه؟